أجرى المنتخب الوطني المغربي آخر حصة تدريبية له عصر اليوم بالمركب الرياضي محمد الخامس. جميع العناصر الوطنية كانت حاضرة في هذا الميران الأخير باستثناء الثنائي مانويل داكوستا وجواد اليميق المصابين. الناخب الوطني هيرفي غينار استغل هذا الميران الأخير لوضع آخر اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه غدا في على الساعة 8 مساء منتخب الغابون برسم الدورة الخامسة من إقصائيات كأس العالم المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي سيدخل غدا هذا اللقاء بشعار الفوز وربح 3 نقاط التي ستخول له اللعب على الورقة المؤهلة للمونديال روسيا. حظ سعيد لأسود الأطلس.